المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ونزل الوحي بكده. أم في واحد قال وانا وانا وانا، فأما الرسول قال الوحي يجي تاني غير أولي الضرر. أهلا بك أخت فرحة. أهلا بيك. صح فعلا أخت فرحة، مثل ما خبرت المشاهد، إجا مرة من المرات محمد أعلن للناس، قال لهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، باستثناء العبارة اللي موجودة على الشاشة. يعني مثل ما شفنا على النص، النص اللي تلا محمد على مسامع الناس كان على الشكل التالي، فقط هذا الجزء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فقط، باستثناء هذه العبارة. فيقال ان كان في شخص اسمه عمرو بن ام مكتوم، فكان الرجل لا يرى اعمى. عمرو بن ام مكتوم فكان الرجل اعمى، فسمع الايه فكان قريب من محمد، فقال له يعني يا محمد وانا يعني مالي رخصه، لانه الايه تقول اني في صنفين من الناس، صنف مقاتل او مجاهد والصنف اخر متقاعس. طيب الرجل يعني كان يعني غير قادر يكون لا مجاهد في اليد، لانه يبدو كان اعمى، طبعا اعمى مو يبدو، ويبدو كان فقير غير قادر يكون مجاهد في المال. فيقال ان محمد قال صحح فاجت بمعنى تصحيح عن الوحي. في مكان اخر نحن بنكتشف ان كان محمد شديد الذكاء. كيف اخت فرحه شديد الذكاء؟ أن النص بيقول حد فلان 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 عن ابن عباس، يبتدا النص هنا عن ابن عباس، ليس القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فسمع بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فأتى رسول الله فقال يا رسول الله، قد أمرك الله في الجهاد، ما قد علمت وأنا رجل ضرير البصري لا أستطيع الجهاد، فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت؟ إجاك عبد الله بن مكتوم فقال أنا لست قادرا على الجهاد وأنا ضرير، يعني هل لي رخصة؟ فقال له رسول الله، شوف الذكاء العملي، ما أمرت في شأنك بالشيء ولا أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة. فقال ابن أم مكتوم اللهم أني أنشدك بصري، فأنزل الله بعد ذلك على رسوله الآية إلى آخر الآية. فالرجل لما اكتشف محمد، لما قدم طرح عليه السؤال عمرو ابن أم مكتوم، فما قال له أني يعني ما بعرف أنا نسيت، فقال له لا أني لم ينزل الله بي بشأنك الشيء. يعني عزة المشكلة أن الله هو تجاهل عن المشكلة المستقبلية، بس دي هتكون مشكلة تانية طبعا، لأن الله في الجزئية دي ما كانش عارف يعني أن في الناس دولة ليهم برضو خصوصية في أنهم يعفوا عن الخدمة دي. نعم، الطريف الموضوع أني يعني أني محمد عندما يعني تهرب من أن يكشف سر الغلط وين، يعني هو ربما يكون جهل منه، فعزاها إلى الله، ولكن هو أوقع الله في مشكلة. يعني جعل الله لا يعلم المستقبل، جعل الله أن يتعرض إلى موقف مفاجئ، فالله يضيف وحيا جديدا، فأنزل الله أن يعني إلا أولي الضرر، بمعنى الله يصحح وحيه، عوضا أن يعترف محمد بالمشكلة ويقول دعونا نصحح الوحي. قال بالحرف الواحد ما أمرت في شأنك بشيء ولا أدري هل يكون لك ولأصحابك. الرجل سبحان الله لا يدري، ولكن الله أيضا ليس لديه علم في المستقبل. بالضبط كده. بس هنا أخي مالك، دي فعلا زي الآيات مثلا اللي هو أسباب النزول، ده كارثة كبيرة في العلوم القرآن، صحيح؟ نعم. بالضبط كده عزيز المشاهد، كده بيبين أن الله لا يعلم بالظروف المستقبلية. تاني حاجة، هي الوضع كده، جبريل جه، محمد قال ما انتبهش على الشخص اللي جنبه اللي هو أعمى، فالراجل نبه محمد وقال له وأنا فجه جبريل تاني وقال له كمان وإنت كمان. تخيلوا، هل ده يكون من عند الله؟ كل حاجة لازم لها يعني أوردر علشان تنزل من عند ربنا. شكرا أخي مالك، نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.